هما خواتات وباغيين يتزوجوا راجل واحد وحنا كنعرفوا هذا الشيء حرام. اذا بارطاجيو معنا مباشر وتابعونا بطبيعه الحال. نبداو بك انت يا فاتي، بعدا شرفينا براسك، شنو كديري في حياتك واش الناس يعرفوا عليك؟ انا فاتي، ملقبه بفاتي ستار، النخوه والجمال. عندي قناه في اليوتيوب، يوتيوبرز، وخدمه في القناه ديالي. بالنسبه للقناه شنو هو المحتوى ديالها؟ المحتوى يعني متنوع، دايره لي فلوغ، كندير الطبخ، كندير برانكات انا واختي، مقالب انا واختي. برانكات واختي، يعطينا الاخت ديالك عاد نجيو هذه القضيه ديال الاخت. السلام عليكم، كي دايرين المتتبعين قناه شوف تي في؟ كنقدم لكم راسي فاتحه، الاخت ديال فاتي. المهم نسيت السميه ديال القناه، ما تديوش عليا. فاتي ستار، النخوه والجمال. فاتي ستار، النخوه والجمال. ايوا صافي. يعني انت وياها كتشاركوا هاد المقاليب؟ انا وياها، هو اليوميات ديالكم. كنشاركوا اليوميات ديالنا، كان عطيها ميكرو. كنشاركوا اليوميات ديالنا، كنديروا لي فلوغ، الطبخ، وصفات، كل شيء. يعني القناه ديالي متنوعه. بالنسبه لشنو الهدف ديالكم زعما اللي خلاكم انكم ديروا قناه في اليوتيوب؟ شنو هي لا سيتياسيون ديالكم فاميليار؟ يعني الحياه واش بسطاء؟ فقراء؟ فقراء اخويا طارق، فقراء. الفقر هو اللي دارها باش خرجنا للقناه في اليوتيوب. ما لقينا صراحه لا خدمه لا حتى شي حاجه، ما نخدموا انا واختي، راك عارف اللي كاين. وهادشي علاش خرجنا، قلت ندير قناه، منها نقابل داري ونقابل ولدي، ومنها نخدم على راسي. فهمتوا. بالنسبه لواحد الظروف العائليه، العائله ديالكم فين؟ كيفاش عايشين؟ واش هما ميسورين؟ لا حتى حنايا والدينا ماشي ميسورين، وماشي على قد الحال، فقراء لاقصى درجه الصراحه. ما غاديش نكذبوا على الله، الوالد ديالي مريض، ما كينوضش كاع، ما كيتمشاش، ما كيخدمش، ما كيتمشاش. الوالده ديالي عايشه غير مع اختي، مزوجه. يعني حنايا بالعربيه ما عندناش الدار ديالنا، ما عندناش فين نكونوا، فهمتي؟ لا حنا ولا عائلتنا زوج، يعني نتوما ولا العائله، يعني ما عندناش فين نكونوا انا واختي هنايا. حنا ما غاديش نقدروا نمشيو نعيشوا مع اختي مزوجه، فهمتي؟ لان الوالد ديالي في دار جدي، وجدي الله يرحمه، والوالده ديالي عايشه مع اختي مزوجه. حنا ما عندناش فين غادي نمشيو، فهمتي؟ اللهم كاريين ومستقرين انا واختي، وانا مزوجه ومطلقه وعندي وليد، يعني عايشين بثلاثه بينا. ممكن نعرف شنو السبب ديال الطلاق؟ علاش الطلاق؟ السبب ديال الطلاق بصراحه ما بصراحه حنا كنهضروا بصراحه، المغاربه بغاو يتعرفوا عليه. لا غادي نهضر بصراحه. راجل اللي تزوجتو صراحه غير ما تفاهمناش انا وياه، وصافي هذا هو السبب ديال الطلاق. ما تفاهمناش وطلقنا. طلقنا وصافي، هو عايش مع، ديجا هو كان مجوج، عايش مع وليداتو والمراه ديالو، وانا يا الولد ديالي عايش معايا. يعني كندير التعدد. اي هذاك الشيء اللي كاين. يعني من هنا جات الفكره نتاع التعدد انت يا اختي؟ من هنا جات الفكره. يعني جات التعدد. فايت كنامن بالتعدد انايا، ما عنديش مشكل. فهمتوا. وبالنسبه لك انت الناس تعرف عليك انت؟ بالنسبه لي انايا مزوجه ومطلقه، ومنين طلقت تجمعت انا واختي في دار وحده، وحنا عايشين. صافي هادشي اللي كاين. دابا نتوما واش عندكم غير اليوتيوب ولا كتخدموا شي حاجه اخرى؟ كنا كنخدموا لاكوافير، ودابا راه حنا جالسين ما كنخدموا ما والو. من جات كورونا صافي. فهمت. يعني من جات كورونا راه حنا جالسين دابا، ما لقيناش نلقاو لا ما نخدموا لا حتى شي حاجه. فهمت. بغيت شويه تعطينا الميكرو، تحكي لي شويه على المعاناه ديالكم في كورونا، كي دوزتوها وكيفاش؟ المعاناه فوتنا معاناه خايبه الصراحه، ما نكذبش عليك انا. يلاه داك الدخل اللي كانوا يعاونوا بينا، اللي كانوا كيعاونونا الدوله، يعني داك الشيء راك عارف، الكرا غالي هنايا، الضو والماء والمصروف ديالي وديال اختي وديال الولد. يعني فوتنا معاناه خايبه صراحه، وما عقل علينا حتى شي واحد، حتى شي واحد ما عقل علينا، لدرجه ان مول الدار كان كيجي كيقول لنا صافي جمع فينا الكرا، وصافي كيقول لنا خوي وليا الدار ديالي، خوي من الدار ديالي، ما عنديش ما عندناش فين نمشي. راه مجموع فينا 5 شهور ديال الكره، وما عندناش باش نخلصوها. يعني من قبل كورونا كنا كنخدموا شويه، وكنا يعني بعد على الاقل كنا مستورين، ولكن من بعد صافي، من بعد كورونا صافي ما لقينا لا خدمه لا حتى شي حاجه. بخصوص دابا جلسنا في مره
مع الدعوه ما مول الصالون نقص بزاف ديال البنات وكنا منهم حنايا الازمه ما كاين نقصنا قال لك ما كاين لا خدمه لا حتى شي حاجه وصافي جلسنا بقينا هكا جالسين راه لا حول ولا قوه الا بالله وداكشي اللي جات الفكره وحليت القناه الكره تجمع الضو تجمع كلشي تجمع ما نكذبش عليك طريق كلشي تجمع صافي بقيت كنقول غادي نخرج ندير قناه على الاقل نعاون راسي بها ولا نخدم على راسي ولا ندير شي حاجه ما نبقاش غير جالسه فهمتي هذه عام وانا كنخدم على هذيك القناه غادي نمشيو للمفاجاه اللي ما عارفينهاش المغاربه ياك واه انا شوفي غادي نقول لكم واحد القضيه المغاربه انتقدوكم لانه نتوما بعدا اول حاجه قبل ما نمشيو للمفاجاه كي داير جاتكم هذه الفكره ديال واش كتهضروا من نيتكم ولا غير مطلعينها انت انه نتوما جوج خوات باغيين تزوجوا واحد وشنو السبب لا انا لا حنا كنهضروا بالصح ما كنكذبوش حنايا ما عندنا علاش غادي نطلعوها حنا انا كنا جلسنا بغينا نشاركوا حنا كما قلت لك طريق كنشاركوا اليوميات ديالنا مع الناس فهمتي بغينا نشارك هذه حاجه من اليوميات حتى هي قلنا نشاركوها مع راجل واحد فهمتيني حتى هذه كما نقول حنايا حتى هي حتى هي شاركنا على ديال الدين وحرام وداك الشيء حنايا ماشي خواتها تفري حنايا غير حنايا غير مربيين انا مربيه معاهم من الصغر حنا ماشي خواتات من ام واحده واب واحد يعني دابا هذه هي المفاجاه هذه هي المفاجاه لان انتقدونا بزاف ديال الناس وكيقولوا لنا هذا الشيء حرام وشبعوا فينا سبان وبزاف ديال الحوايج ولكن الناس مازال ما عارفين شنو هي الحقيقه خص بنادم حتى يعرف الحقيقه عاد يقدر يشوف حنا شاركنا داك لا فيديو بصح ما قلت انا يا اختي حقاش انا هي اختي اصلا بحال خواتات فهمتي عايشين ماشي من دم واحد عايشين كابرين مع بعض وداك الشيء هي ماشي اختي من دمي ولحمي ولكن انا ما خصنيش نقول هذه الهضره ولكن هي اختي فهمت هذاك الشيء علاش قلنا الا لقينا شي راجل ميسور الا لقينا شي راجل ميسور اللي قومنا واللي نقدنا من هذا الفقر ومن هذا الشيء اللي حنا فيه حنا قابلين نتزوج بينا بجوج بينا حنا بالعربيه باغيين شي واحد لاباس عليه هذا الشيء اللي بغينا من الهدف لاباس عليه واش غادي نديروا الطريق علاش حنايا غادي نضحيو بزاف ديال الحوايج قلنا زعما شي واحد اللي سترنا واللي قومنا بزاف ديال الحوايج هذاك الشيء علاش قلنا نتزوجوا فهمتوا وانتم ما خايفينش دروك فهمتش انا اول مره نشوف جوج نساء يعني المفاجاه يعني هي انهم نتوما ماشي خواتها تفري ياك هذه حيدناها لانه الناس انتقدتكم قالت لكم حرام وصور ديال القران وشفنا داك الشيء اييه ياكي ولكن غادي هذه سلكات واخا يعني دابا يجوز لكما انكما تتزوجوا هذاك الشيء اللي كاين ماشي حرام ماشي حرام حنا عرفنا